السلام عليكم متتبعات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم عندي لكم فيديو جديد صراحه ومختلف على داكشي كاع اللي ديما كتشوفوا في القناه عندي. اليوم ان شاء الله هنا كاين واحد السيد من العائله كيصاوب، حنا كنقولوا بالشلحه ديال النائم الديدي. المهم كاين اللي كيقول لي تحريش، هاد ام دي دي ولا تحريش كيكون في الاطلس المتوسط. صراحة بغيت تعرفوا الطريقة كي كيتصوب. تما قطعنا الشحمة، طولناها كما شفتوا في داك ديال الكرشة، هكا قدرنا حتى لديك الشحمة طول. قطعناها طول وكنركبوها في واحد العود بحال ديال الكراطة، ولا مهم يكون عود نقي، وخا يكون تا ديال الكراطة يكون مغسول. لكن ما كتشوفوا كيصوب، صراحة بغيتكم ما تعرفوا الطريقة. وكل واحد اينا زعما كل واحد في بلاصتو، يقولنا سميت شنو كيسمي في المنطقه ديالو الا كانوا كيصابوا في المنطقه ديالهم. كل واحد يسمينا شنو، كل واحد يعطينا سميتو شنو كيسمي في المنطقه ديالو. حنا كنقولوا ليه ام دهدي بالشلحه ديالنا، او لكن اللي كيقول لي تحريش. صراحه كيجي زوين. انا وريتكم الطريقه، تقدروا ديروه في ديوركم، صراحه كيجي بنين. ما كيدير غير بالشحمه، ديك الشحمه اللي كتكون مع الكرشه والكرشه والمصارن. دابا تشوفوا كلشي في الفيديو قدام عينيكم، صراحه كيجي بنين. نتمناكم تجربوه وردوا عليا الخبر. الناس الاطلس هما اللي كيعرفوا كي كيجي صراحه. المهم هذه هي الطريقه ديالو، ام دي دي او تحريش، هنا كنسميو حنا في المنطقه ديالنا. المهم اخلي الفيديو قدامكم يشرح لكم كل شيء. صراحة الفيديو راه واضح كل شيء بالتفاصيل. خصكم ما تقطعوا ديك الكرشة وديك الشحمة تكون رقيقة اللي كتكون مع الكرشة، ماشي الشحمة ديال الدوارة، إنما الشحمة ديال الكرشة هي كنقطعها كتكون طويلة بحال كما شفتوا الفيديو ديال الكرشة. هكا دابا أنا ما صورت لكمش من البداية، وهنا دوك المصارن الرقاق اللي كيديروا الناس في الكردات، ولا كيقطعوا الناس في الكرشه اللي كيطيبوا الكرشه. هادو هما المصنع الرقاق، هما باش كيجيو صراحه بنان. فاش كيطيب كيجي مقرمل وبنين. ما نخليكم مع الفيديو، ما غنسرعوا ما والو، باش تقدروا تشوفوا الطريقه الا بغيتوا تخدموها في ديوركم، تقادوا في ديوركم. صراحه كيجي بنين، نتمنى منكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. ولا كانوا الناس ديال الاطلس راه كيعرفوا خلاص. نخلي لكم نخليكم كل شيء في الفيديو، ونخليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. المهم يكون الفيديو واضح بالنسبه لكم. هنا فاش غيسالي السيد، فاش غيلوي عليه داك المصارن، فاش غيسالي غادي يخليه يقطر شي شويه في البانيو بداك العود ديالو. الناس قدام كانوا كيطيبوه نيشان فوق الجمر، كي بحال كيدهنوا بشي شويه الزيت، وكيكون الجمر خفيف، ما كيكونش داك الجمر يكون سخون، نيت كيكون خفيف وكيطيب غير بالمهل، وكيبقى يدور داك السيد اللي كيبقى يطيب فيه. اما دابا حاليا الناس ما عندهمش داك، ما كيبقاش كيديروا هكاك، اللي ولاو الناس كيديروا في ديورهم هكا في المدينه، كيخليو حتى كيقطر من داك العود ديالو. هتشوفوا الفيديو في الاخير حتى كيقطر، من بعد كتحاولوا تحيدوه من داك العود فاش دار، وغتلوحوه في كوكوت حتى كيطيب صراحة وكيجي بنين. من بعد كترجعوه في الشواية او في الفران، وغتجي ديروه في الشواية. ها هو الفيديو كما قلت لكم، هنا خلاه داك السيد حتى يقطر مزيان من الماء، باش في ديك الساعة فاش بغيت تجبدو ما يكونش كيزلق من داك العود ديالو. هنا تا قطر تقريبا واحد نص ساعة قطر من داك الماء ديالو. هنا كنا كنحاولو نجبدوه باش نديروه في الميكا حتى نبغيو نطيبوه. ديك الساعة كنطيبوه في كوكوت. هنا نتوما كيما كتشوفو حيدناه، درناه في بلاستيكة، وغنديروه في الفريكو حتى نبغيو نطيبوه في كوكوت. من بعد كنرجعوه في الفران، اولا ممكن ترجعوه فوق شوية في مجمر. صراحة كيجي بنين. وخليتكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله.